واحد من مشاهد ساد سبن بيقول اتابع محاضرات قداستكم واريد معرفة اسماء كتب لقداستكم عن الزواج والطلاق والانفصال الجسماني. انا لي مقالات عن الزواج والطلاق، ياريت اطلعها في كتاب علشان صاحب السؤال ده نستجيب لرغبته. ولكن على اي الحالات ممكن تقرا كتاب الزوجة، شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، فيها كلام عن الزواج والطلاق الى اخره، وفيها اقتباسات كثيرة من اقوال الاباء. وانا فاكر ان الكتاب ده انا كتبته سنة 1958 قبل ما ابقى اسرة، يعني من مدة طويلة، من 47 سنة، وطبع عدة مرات وموجود في السوق، ممكن انك انت تشوفه، وان ما لقيتوش اديك نسخة من عندي.